حيث تمكنت مؤسسة قطر الخيرية من تجاوز التبرعات المتوقعة لحملة أغيث وعرسال الهادفة إلى إغاثة اللاجئين السوريين شمالي لبنان المتضررين من موجة البرد التي ضربت مخيماتهم. وقد تبرع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ 50 مليون دولار لصالح الحملة. الحملة الإغاثية سعت إلى جمع تبرعات على الهواء مباشرة للاجئين السوريين، وذلك بالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام ممثلة في تلفزيون قطر وإذاعة قطر وإذاعة القرآن الكريم. ليس يوما عاديا في أشهر محل بيع الحلويات في قطر، فهذا المحل بكامل فروعه خصص كامل مبيعات اليوم لصالح حملة أغيث وعرسال. سواء دفعت نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية ستضع نقود مشترياتك كاملة في صندوق قطر الخيرية. المبادرة طيبة جدا بصراحة، ويشكرون فيها الجماعة، ويا ليت هذه مثل المبادرات تكون بشكل مكثف في قطر، لأن هي نوع من التعاون والصلة بيننا وبين إخواننا في عرسال. أنا كسوري أول ما سمعنا بالمبادرة هاي فورا يعني جينا مشان نقدم أقل شيء ممكن الواحد يقدمه لأخواته اللاجئين أو النازحين. تدافع الزبائن للمشاركة في الحملة عبر رفع حجم المبيعات أو التبرعات. ليس هذا المحل إلا واحدا من عشرات المحلات التي شاركت في حملة أغيث وعرسال، إن كان بجزء من أرباحها أو بكامل مبيعاتها. هذه المشاركة بدأت منذ ساعات الصباح الأولى وهي تستمر حتى المساء، حيث تبدأ قنوات تلفزيونية وإذاعية قطرية حملة على الهواء مباشرة في محاولة لجمع أكبر قدر من التبرعات لحملة أغيث وعرسال. بث مباشر أقامته المؤسسة القطرية للإعلام لاستقبال التبرعات. شخصيات مؤثرة ومشاهير المجتمع يدا واحدة لتشجيع الشارع القطري على البذل والعطاء. خلال ساعة تجاوز المبلغ 13 مليون ريال قطري. 50 مليون دولار. وقبل أن ينتهي البث المباشر جاء الخبر السعيد بتخصيص أمير قطر 50 مليون دولار لصالح الحملة، تشمل النازحين في الداخل السوري واللاجئين في لبنان والأردن وتركيا لحملة أغيث وعرسال. سلمان النجار، التلفزيون العربي، الدوحة.